سابقا شوف تيفينا. سهلا مرحبا بكم، انا في البث المباشر مباشره من تطوان. نعطيكم حصيله اليوم. تطوان الحمد لله سجلت 4 ديال الحالات، ولكن ردوا البال راه كورونا كترتفع. نعطيكم حصيله ديال اليوم 21 في الشهر، اول يوم فصل الصيف. غادي نشوفوا الارقام ديال اليوم. اعلنت وزاره الصحه اليوم الاثنين عن حاله مؤكده 86 حاله مؤكده. طبعا تبان لكم الارقام انها انخفضت، ولكن تزامنا مع الويكند، لان ملي تيكون الويكند دائما الارقام كتكون منخفضه. اذا 68 حاله مؤكده اليوم، 6 ديال الوفيات، 217 حاله ديال التعافي، والحالات النشطه 3595. الحالات الخطيره والحرجه العدد الاجمالي 205. الحالات الخطيره خلال 24 ساعه 24 حاله. الحالات تحت التنفس الاصطناعي 4، والحالات تحت التنفس الاصطناعي الغير اختراقي 103. اليوم عيبان لكم الارقام انه تراجعت 86 على المستوى الوطني، ولكن دي حصيله ديال الويكاند، لان الويكاند ما تيكونوش المختبرات خدامين كلهم. ولكن الحالات الخطيره 205، يعني لاحظوا ان الحالات الخطيره 205 رغم الويكاند، يعني 24 ساعه الاخيره فيها 24 حاله خطيره. الحالات تحت التنفس الاصطناعي الغير اختراقي 103، يعني كاين الناس كتصارع الموت الان الله يخليكم. عدد الوفيات على مستوى الجهات، جهه الدار البيضاء سطات كاين حاله وفاه واحده بالدار البيضاء، جهه الرباط تلاقونيتي راه صفر حاله وفاه، جهه مراكش اسفي صفر حاله وفاه، جهه طنجه تطوان الحسيمه حاله وفاه واحده بالحسيمه، جهه سوس ماسه حاله وفاه واحده بانزكان اي تملول، جهه الشرق صفر حاله وفاه، جهه فاس مكناس حاله وفاه واحده فاس، جهه الدخله والذهب حاله وفاه واحده بواد الذهب، جهه دار عتفيلال صفر حاله وفاه، جهه تنغير ورزازه صفر حاله وفاه، جهه العيون السقي الحمراء صفر حاله وفاه، جهه قلمي مودنون حاله وفاه واحده بقلمي. اذا ردوا البال متسبين، تطوان الحمراء البيضاء كتسجل حاله واحده، 4 حالات عفوا وصفر حاله وفاه. ولكن على المستوى الوطني الارقام كتبان اليوم منخفضه، ولكن تزامنا مع الويكاند، لان الويكاند كما قلت ما تيكونوش يعني المختبرات كلهم تيشتغلوا. غادي نعطيكم حاله ديال تلقيح الجرعه الاولى. الجرعه الاولى متسبعين اليوم 9 ديال المليون و463 الف و219، الجرعه الثانيه 8 ديال المليون و300 الف و556. اذا اكثر من 17 مليون ديال التلقيح اليوم الحمد لله، ولكن مزيد من الحيطه والحذر. بغينا متسبعين قناه شوف تيفي الدعوات ديالكم، راقبوا الوضع، راقبوا الامور، نتمنوا ترجع الحياة الطبيعيه وحنا مقبلين على عيد الاضحى، لان اقل من شهر يصيرون اليوم 21، اليوم اول يوم فصل الصيف. بغينا ترجع الحياه الطبيعيه، بغينا ما نسمعوش وفيات بسبب كورونا، لان الارقام مازال كترتفع كما تنقولوا. نتمنوا الدعوات ديالكم، نتمنوا ترجع المياه المجاريه في القريب العاجل. اذا هذه الاجواء ديال تطوان متسبعين قناه شوف تيفي، حنا معكم في هذه الدردشه عبر الشوارع الحمراء البيضاء. بغينا الدعوات ديالكم، بغينا ترجع المياه المجاريه، بغينا ناخذوا الامور بجديه وبروح المسؤوليه. تطوان 4 ديال الحالات وصفر حاله وفاه. على المستوى الوطني 86 حاله مؤكده اليوم، كترفع العدد الاجمالي الى 526737. عدد الوفيات 6، كترفع العدد الاجمالي الى 9244. حاله ديال التعافي 217، كترفع العدد الاجمالي الى 513898. الحالات النشطه 3595. الحالات الخطيره 205 خلال 24 ساعه كاين 24 حاله. تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي 4، وتحت التنفس الاصطناعي الغير اختراقي 103. اذا نتمنى دائما الدعوات ديالكم اللي يرفع لنا هذا الوباء، نتمنى ترجع الحياه الطبيعيه في القريب العاجل. بغينا الناس تاخذ الامور بجديه وبروح المسؤوليه، هذا هو الاهم. بغينا ترجع الامور للطبيعه ديالها في القريب العاجل. دائما متسبعين قناه شوف تيفي، احنا معكم في هذا البث المباشر عبر الشوارع الحمراء البيضاء. هذه الاجواء ديال تطوان اللي سجلت 4 ديال الحالات مؤكده. اذا الله يحفظ طبعا، تقول سناء امين رب العالمين، ان شاء الله يكون خير تقول ليله، ونطلبوا الله الدعوات ديالكم متسبعينا. بغينا ترجع الحياه الطبيعيه في القريب العاجل، بغينا الناس تاخذ الامور بجديه وبروح المسؤوليه ونتغلبوا على الجائحه، بغينا ترجع المياه لمجاريها، هذا هو الاهم. هذه اجواء ديال تطوان اللي سجلت 4 ديال الحالات اليوم، نتمنوا في القريب العاجل ترجع صفر حاله. واليوم فاتح فصل الصيف، اليوم ايام اليوم اليوم الاول عفوا فصل الصيف 21 ديال 6. نتمنوا دائما الدعوات ديالكم الله يرفع لنا هذا الوباء، نتمنوا ترجع الحياه الطبيعيه في القريب العاجل، مزيد من الحيطه والحذر. اذا نذكركم بالارقام متسبعين ديال حصيله اليوم، 86 حاله مؤكده تزامنا مع الويكاند طبعا، 4 ديال الوفيات عفوا على المستوى الوطني، 6 ديال الوفيات. حالات ديال التعافي
217 والحالات النشطة 3595. وتطوان هاو البيضاء كتسجل 4 ديال الحالات مؤكدة وصفر حالات وفاة. نتمنوا دائما الدعوات ديالكم لرفع لنا الوباء، نتمنى ترجع المياه المجاريه بالقريب العاجل، نتمنى الناس تاخذ الامور بجديه وبروح المسؤوليه. طبعا الله يحفظ مع الله يستر، بغينا الناس تاخذ الامور بجديه، لان بصراحه كل ما كنسمعوا ارقام كترتفع ديال ضحايا الكوفيد راه هنا كندقوا نقص الخاطر باش نكونوا واضحين. كلما سمعنا ارقام ديال الوفيات يا اما 8 يا اما 10 يا اما 12 كنعرفوا ان كورونا مازال تقتل. نسال الله السلامه يقول ابو بكر، اهلا وسهلا. إذن هذه الأجواء ديال شارع جيش الملكي من قلب تطوان، أجواء مشمسة 25 درجة ديال الحرارة في أيام أول أيام فصل الصيف، ونطلب الله ترجع الحياة الطبيعية في القريب العاجل وترجع المياه المجاريها، هذا هو الأهم. دائما المتسبعين غنشوف تلفي احنا معكم في هذا البث المباشر، بين الدعوات ديالكم بغينا ترجع المياه لمجاريها، بغينا ناخذ الأمور بجدية وبروح المسؤولية، هذا هو الأهم. إذن من تطوان دائما احنا معكم في هذا البث المباشر عبر شوارع الحمراء البيضاء، قولوا لنا من كتابعونا وكيفاش دايره الاجواء في المناطق ديالكم. نتمنوا ترجع المياه المجاريه في القريب العاجل. 6 ديال الحالات مؤكده في تطوان، 4 عفوا ديال الحالات مؤكده في تطوان وصفر حاله وفاه. إذن ردوا البال، كورونا مازال تقتل. 6 ديال الوفيات على المستوى الوطني، 86 حاله مؤكده على المستوى الوطني، 217 حاله ديال التعافي، حالات النشيطه 3595، الحالات الخطيرة 205 خلال 24 ساعة، الحالات الخطيرة 24 حالة، يعني الأرقام مازال كترتفع. ونطلب الله ترجع المياه المجاري، هذا هو الأهم. متتبعين احنا دائما معكم في هذه الجولة عبر شوارع الحمراء البيضاء، قولوا لنا من كتابعونا كيفاش دايرة الأجواء في المناطق ديالكم. نتمنوا ترجع المياه المجاريها في القريب العاجل، هذا هو الأهم. إذن من تطوان شكرا لكم على التفاعل والتعليقات، نتمنوا ترجع المياه لمجاريها في القريب العاجل ونتغلبوا على هذه الجائحة، وبغينا بالفعل الناس تاخذ الأمور بجدية وبروحها المسؤولية، لأن كورونا بالفعل كورونا مازال تقتل كما تنقولوا، ونطلبوا الله الخير والدعوات ديالكم، هذا هو الأهم. إذا مزيد من الحيطة والحذر، ردوا البال، احنا مقبلين فصل الصيف هو بدا، عيد الأضحى على الأبواب، ما بغيناش نسمعوا شي ضحايا جدد أو ارتفاع عدد ديال المصابين والوفيات في عيد الأضحى، ونطلبوا الله الخير. شكرا لكم على التفاعل والتعليقات، كان معكم معتكف كالعادة، أمين، نلقاكم بخير في بشر آخر، إلى اللقاء.